ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، ويمكن في أول التقديمة خالص اتكلمنا النهاردة في ظاهرة ما بتحصلش أو مش هتحصل، ما حصلتش من 30 سنة. وعشان نتعرف أكتر على الظاهرة دي هيكون معانا دكتور علاء إبراهيم، أستاذ مساعد علوم الفضاء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. يمكن النهاردة في ظاهرة بتحصل ما بتحصلش غير من ما حصلتش من 30 سنة. صح. وكويكب، يعني اشرح لنا بقى حضرتك أكيد الظاهرة. تمام. هو سنة 2005 اكتشف كويكب جديد في المجموعة الشمسية اللي احنا جزء منها واللي احنا عندنا نموذج مصغر ليها. الكويكب ده تم رصده أكتر من مرة، بعد اكتشافه تبين ان هو يوم 9 نوفمبر هيقترب جدا من الأرض. هيعبر ما بين القمر والأرض. يعني عادة القمر هو أقرب في الحقيقة، يعني جرم كوني لينا. ما بيحصلش ابدا ان يبقى في جرم كوني اخر يعبر هذه المسافه ويبقى اقرب لينا من القمر. ده حدث فجر اليوم. اوكي، يعني ما فيش اي كويكب قبل كده مر قريب من الارض قبل كده؟ 30 سنه، سنه 76 ده حصل فعلا، بس في الحقيقه يعني لم ينتبه العالم ليه. يعني عرفنا بعد معبر نتيجه تتبع مداره، تبين ان هو كان مفروض يعدي او مفروض عدى فعلا ما بين الارض وما بين القمر. فده فعلا ده تاني حدث. الفرق ان احنا عارفين قبليه فتره، فعشان كده يعني علماء الفلك وكالات الفضاء استعدت بالمراصد وباجهزه الرصد بحيث اننا نتعرف على هذا الزائر الجديد. يعني دكتور اعذر جهلي معلش، بس هو مش كل كوكب ليه طريق بيمشي فيه؟ يعني صحيح، هو ده فعلا. احنا عندنا طلع بره طريق ودخل بيننا وبين القمر كده مره واحده. هو في نوعين في الحقيقه فعلا، يعني معظم الكواكب الكبيره بيبقى ليها مدار ثابت لا يتقاطع وما بيقربوش قوي زي ما بيحصل مع يعني هذا الكواكب. في انواع اخرى اسمها كويكبات، دي بتقرب يعني من الشمس واثناء ده بتقرب جدا من الارض وممكن ان هي تعدي فعلا ما بيننا وما بين القمر. ده هيحدث مرة أخرى سنة 2028، هيمر كواكب آخر تقريبا في نص المسافة ما بيننا وما بين القمر. تمام. ودول ما بيبقاش ليهم مدار بيمشوا فيه؟ يعني دول ممكن يمشوا في أي حتة؟ لا، هما ليهم مدار، بس مدار يعني عمودي على المدارات الأخرى بحيث أن هو بيعدي ما بين الكواكب. طب يعني الكويكب ده اللي عدى بيننا وبين الأرض ده كان معدي في مداره ولا ده كان تايه؟ معدي في مداره. لا، ده هو مداره ده يعني معروف، بياخد 14 سنة أن هو يعمل دورة حوالين الشمس، بياخد 20 ساعة أن هو يلف حوالين نفسه، يومه 20 ساعة، والسنة بتاعته يعني 14 عام، فكل 14 عام هيزورنا فعلا. بعد 14 عام مش هيبقى في الحقيقه ما بيننا وما بين القمر، هيبقى خارج هذه المسافه. طيب دكتور، خلينا نبسط الموضوع شويه. ليه الاهتمام برصد هذه الظواهر؟ هو في الحقيقه سببين. السبب الاول ان احنا عايزين نعرف هل في اي مخاطر من اصطدامه بينا، فحساب المدار تتبع الارصاد بيمكن الانسان ان هو يشوف هل ده مكمن خطر او لا. الجزء الثاني ان في الحقيقه الكويكبات دي بتدينا فكر هام عن نشاه المجموعه الشمسيه، بتدينا يعني في الحقيقه نافذه على تاريخنا، تاريخ كوكب الارض ازاي نشا. جميع الكواكب مرت بتغيرات جغرافيه نتيجه تعرضها الى يعني عوامل كثيره ما عدا الكويكبات. هما يعني بالظبط بنفس التركيبه اللي وجد بيها المجموعه الشمسيه من 4.6 مليار عام. فهم دول في الحقيقه اللي شهدوا ولاده المجموعه الشمسيه بما فيها كوكب الارض. فاحنا دلوقتي بنقدر نعرف تركيب الماده اللي ادت الى نشاه كوكب الارض واللي ادت الى نشاه المجموعه الشمسيه. طب الظاهره دي تمت بالفعل ولا لسه؟ دي تمت بالفعل الساعه يعني 1:28 دقيقه بتوقيت القاهره، يعني عبر هذا الكويكب في اقرب نقطه من يعني بيننا وبين الارض، كانت على مسافه 325 الف كيلومتر. القمر بيقع، احنا يعني معانا مجموعه صور بالظبط، ده بالظبط يعني شكل الكويكب. تمام. بالظبط. القمر كان على بعد 384 الف كيلومتر، فهو كان تقريبا على مسافه 8 من 10.
مسافة القمر. زي ما احنا شايفين هو في الحقيقة كان وزنه حوالي 55 طن. لو كان مداره بيخليه على يعني موقع تصادمي مع الأرض ممكن كان يدمر مدينة كاملة، بس الحقيقة يعني لحسن الحظ يعني زي ما احنا شايفين هو ده عبوره يعني داخل دايرة مدار القمر حول الأرض. ما خبطش في القمر الحمد لله. بالضبط، يعني هو عبر يعني داخل النطاق، ودي بالضبط يعني تصوير آخر لعبوره في هذه المسافة. ايه ده، انا ديسابوينتد، انا كنت فاكره كل الحاجات مدوره فوق، طلع شكله غريب قوي. يعني هو كل حاجات فاكراها كرويه. هو ده لما يعني فعلا نتيجه عوامل الجيولوجيه وعوامل الجغرافيه هي اللي بتخلي الكوكب ياخد هذا الشكل، لكنه كويكب يعني لم يكن له الجاذبيه الكافيه اللي تخليه ياخد هذا الشكل. طب لو نقدر نقول ايه النتائج يعني الاوليه اللي صدرت هو بعد الرصد؟ حاجه النتيجه الهامه يعني تمكن الانسان ان هو يكتشف كويكب جديد، تمكن الانسان من حساب مداره بدقه عاليه، جه في الوقت وعلى المسافه اللي حسابات الانسان يعني تنبأت بيها، فده بيخلينا يعني ان الانسان يزداد ثقه يعني فهمه للكون. في حاجات كثيره ما احناش عارفينها، لكن احنا على الاقل عارفين الجزء بتاعنا النيبرهود او الجيران بالظبط، الباك يارد او الجزء اللي احنا عايشين فيه في الكون، وده بيخلي الانسان يبقى مطمئن ان هو يمكن ان يعني يتفادى مخاطر مثل هذه الكويكبات. يعني هو في الحقيقه واجب على وكاله ناسا من الكونجرس ان هم يعملوا حصر لكل هذه الكويكبات التي تقترب من الارض، فده في الحقيقه يعني جزء هام من دورهم الحفاظ على الحياه على كوكب الارض عن طريق معرفه اذا كانت هذه جسيمات بتشكل خطر على الانسان ولا لا. طب انا عندي شويه، انا كنت قريت حاجه غريبه قوي يا دكتور، بس مش عارفه اذا كان ده صح ولا غلط، ممكن تكون اشاعه ان الكونجرس الامريكي طلع بعين ما فيش مخلوقات فضائيه، ما اعرفش حضرتك سمعت عن القصه دي ولا لا. هو حتى الان ايه موضوع ايه ده ليه علاقه بايه بقى؟ طب هو حتى الان لا يوجد دليل علمي في الحقيقه على وجود حضارات ذكيه، لكن في دليل علمي على وجود المكونات التي ممكن ان ينشا حياه خارج الارض. احنا بنتكلم على بكتيريا، بنتكلم على وجود مصادر للمياه خارج كوكب الارض. نعم موجود اير هواء يعني بالضبط، انت محتاجه ميه ومحتاجه مصدر للطاقه ومحتاجه غلاف او مناخ يحمي هذه الحياه من المخاطر الفضائيه. فده اللي وجد على احد اقمار كوكب المشتري وعلى يعني اجسام كونيه اخرى، لكن لا يوجد دليل على ان ممكن تبقى في حضاره ذكيه على هذه الاجرام. طيب دكتور، انا عايز ارجع تاني لموضوع الكويكب ده اللي عدى جنبنا دلوقتي. هفترض مجازا احنا عارفين ان هو هيعدي، هفترض ان هو يخبط فينا او في القمر، تمام، هنعمل احنا ايه بقى؟ هنبطل سرعتنا ولا هنسرعه؟ تمام، ده في الحقيقه يعني مجال بحث علمي موجود فعلا في وكاله ناسا وفي يعني وكالات الفضاء الاخرى. احنا يمكن معانا فيديو ممكن يشرح بعض طرق التدخل لحاجه زي كده. بالظبط، يعني احدهم ان يعني هيتم اطلاق مركبه فضاء تطير بجوار هذا الكويكب. نتيجه الجاذبيه المتبادله ما بينهم هتبطئه، يتم تحريف او يتم تغيير هذا المدار. تمام، وبالتالي يعني لن يصطدم كوكب الارض. دي حاجه، لو كان حجمه اكبر بكتير ان الجاذبيه فقط هتخلي يعني مداره فممكن اطلاق شعاع ليزر، ممكن تركيز اشعه الشمس عليه، تمام، بحيث ان جزء من الكتله بتاعته يتبخر. اذا تغيرت الكتله تغير المسار، تمام، مجد الميشن يعني. بالظبط، الحاجات بتاعت الافلام الامريكاني دي اللي بنشوفها. نعم. طب لو هفترض مجازا بعد الشر خبط في القمر، خليه بعيد عننا. هو في الحقيقه ده يعني يدخل في يعني نطاق ان يبقى في تغيير لمساره حتى لا يرتطم بالقمر، لان القمر يعني وجوده ليه دور كبير قوي، يعني مهم لكوكب الارض، المد والجزر، الحفاظ على دوران الارض بدون اختلال و ففي الحقيقه اذا كان في تصادم مع الارض او مع القمر سيكون هناك تدخل،
وفي وسائل عديده في الحقيقه تضمن ان يعني يمكن تفادي. انا بحاول اسرح يعني ممكن يبقى ما عنديش حضرتك اجابه بس لو خبط بقى قصدي لو خبط فعليا طبعا احنا بنتكلم على حاجه يعني ليها قدره تدميريه اضعاف القنبله النوويه. يمكن ان يتم يعني هذا الكويكب اذا اصطدم يمكن ان يمحو مدينه كامله ده من على الارض تمام بالظبط كده. بس لحسن الحظ ان احنا عندنا 70% من كوكب الارض ماء, فهو في الحقيقه بيسقط فعلا يعني اجرام اقل منه حجما واقل منه وزنا مثلا على الاقل 10 مرات كل عام, معظمها بيسقط في المياه في المحيطات, فيعني لا تشكل تهديد كبير. يتم التدخل اذا كان حجمه اكبر ان هو يعني يبقى يعني مكمن خطر على كوكب الارض او على القمر. اوكي طيب احنا بتهيألي الفيديو جاهز معانا نقدر نبتدي نشوفه دلوقتي اهو. هو ده بالظبط كده استرويد 2005 عشان هو تم اكتشافه في 2005 صح بالظبط كده. ده هو فاضلنا بقى الكويكب ده كل شويه يعدي علينا. احنا كده شايفين احنا منتظرين تعليق حضرتك بعد هو احنا شايفين دلوقتي عبوره مره اخرى ما بين الارض والقمر. ده في الحقيقه كان بيان صحفي او مؤتمر صحفي لوكاله ناسا. هيبقى في اجزاء اخرى في الحقيقه بتشرح قصه اكتشافه بتشرح اهميته وكذلك الاستفادة العلمية منه. في الحقيقة دي برضو فرصة يعني لتوصيل العلم والمعرفة للجمهور وللعامة. فيعني كتير من المدارس ومن الجامعات بتتكلم الآن على إن إزاي العلم اللي بيدرس في الكتب يمكن أن نشاهده يعني مشاهدة عملية من خلال ظواهر فلكية مثل ده. إحنا عندنا في مرصد الجامعة في الحقيقة يعني عملنا رصد له, وفي نفس الوقت يعني بتبقى فيه محاضرات عامة بيتم شرح هذا يعني الكويكب يعني بيقدم إيه لينا وإزاي بنستغل مثل هذه الظواهر لمزيد من البحث ومزيد من التعليم. مستغلها بس في البحث ما فيش حاجة تانية استفادة تانية؟ والله طبعا يعني في أفاق جديدة وهي أن الكويكبات زي ده في الحقيقة ممكن تبقى يعني مكمن لموارد طبيعية. الإنسان في يعني غزو للفضاء سيحتاج يعني موارد طبيعية, ممكن أن تقدم مثل هذه الكويكبات يعني مصدر لمعادن نفيسة. يمكن أن يستطيع الإنسان مثلا خلال 50 سنة أن هو يقتنص أو يعني يحصل على هذا المذنب أو الكويكب ويعني يستفيد من الموارد الطبيعية الموجودة عليه. يعني بتبقى في بعض الكويكبات عليها معادن مثل الذهب الفضة ففي الحقيقة يعني مثل هذه الموارد ممكن أن تشكل يعني مصدر ثروة للإنسان. تمام طيب يعني هل في كويكب هيعدي جنبنا تاني قريب؟ يعني 2028 هيبقى تاني كويكب هيعدي مش نفسه تقريبا لا واحد تاني تقريبا يعني نص المسافة ما بيننا وما بين القمر نص المسافه. ده ليه اهميه احتمال يصطدم بالارض في لا هو طبعا ايه هيعدي في نص المسافه فما فيش احتمال ان هو يعني يصطدم بيننا وبين الارض. بس طبعا ده يعني جزء هام من اننا يعني بنعمل مونيتورنج او بنعمل حصر لكل يعني جرم كوني يقترب من الارض عشان الانسان الاول يبقى متاكد ان يعني ما فيش اي مخاطر. وبرده زي ما احنا قلنا ان ده بيعرف الانسان على يعني نشاه كوكب الارض ونشاه المجموعه الشمسيه. طب دكتور عندي سؤال معلش ختامي, هو لما بيعدي بينه وبين القمر ده ما بيأثرش على رؤيه شكل القمر او المد والجزر اللي بيحصل عليه؟ هو في الحقيقه الجاذبيه ليست بالقدر اللي يخليه يعمل تغيير للمد والجزر واحنا بنتكلم على 55 طن في حجم سفينه كبيره. فهو الجاذبية بتاعته تقريبا يعني نفس الجاذبية لسفينة موجودة على كوكب الأرض, وجوده أبعد من يعني كوكب الأرض بيخلي الجاذبية تضعف. فهو في الحقيقة يعني مالوش في الحقيقة تأثير يعني ملموس على خالص. أوكي. دكتور علاء إبراهيم أستاذ مساعد علوم الفضاء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة, بنشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة عشان نرصد هذه الظاهرة والكويكب اللي مر ما بيننا عشان دي كلمتي بتاعت النهاردة. وانا عجباني اللعبة دي جدا بصراحة يعني, وفيها معلومات دي بتتباع حضرتك قلت يعني برضو انا مهتمة مش هقول اسم المكان بس يا جماعة البتاعة دي لو انتم شايفينها ده شيء هام قوي ان يبقى في يعني ايه العاب علمية. وفي هنا زراير لما بندوس عليها هقول عامل قدامه كده بتشرح معلومات عن كل كوكب, دي المجموعة الشمسية. ده مهم جدا اللي عايز يعلم اولاده يعمل كده.
انا بعرف اشغلها ما بعرفش اوقفها. بس ميرسي جدا يا فندم على وجود حضرتك. شكرا. ننتقل لفاصل ونكمل معاكم باقي فقراتنا. هرجع يلا بينا.